كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. حاولنا هنايا جالسين كنتضامنوا مع الاخ ديالنا والسائق المهني اللي تعرض لهاد السائقه ديال بينه وبين الزبونه حول موضوع ديال الابتزاز. يعني اي واحد في الساعه ديال الغضب يقدر ينفعل، اي واحد يعني هو ارتكب خطا، واي واحد في هذا الوقت هذا يقدر يخطا. احنا ما نقولوش احنا مالك ما خطاوش اي واحد، ولكن دابا كيوقع المواطنين كيحملوا مسؤوليه جميع السائقين. السيد هذايا رغم انه ما عندوش السوابق ما عنده عمره وقع عنده الشكايه في مكتب التنقيط، كيف يعقل ما نضمنوش معاه؟ احنا هنا كنقابيين كهيئات نقابيه كتضامن مع السائق المهني، وكنطلبوا الله من السلطات انها يعني تشوف الراي ديالو بان ما عندوش شي سوابق ولا شي حاجه. وقع سوء تفاهم بينه وبين الزبونه، يعني اليوم حاولنا كيفاش نوصلوا الصلح بين هاد الزبونات. هي تم التراضي بين الزبونه وبين السائق المهني، الحمد لله. كنتسناو النيابه العامه شني عطي الراي ديالها واش يعني تقبل الصلح بين السائق وبين الزبونه. فلهذا كنتمناو من جميع المواطنين انهم يديو شي واحد النظره على السائقين بصفه عامه. راه خصكم تعيشوا المعاناه اللي كيعيشها السائق المهني، رغم ان الريسيتا اللي هي كترتكب اي حاجه كتضغط عليك، رغم ان الطر التعسفي كتمشي نتينا خدام 20 سنه وانت في السياره. هذا هو القطاع الغير مهيكل. احنا ما عندناش شي قطاع اللي هو مهيكل، احنا قطاع غير مهيكل، ما معترفين حتى لا وزاره النقل ولا وزاره الداخليه. احنا بحال اللي خدام معاه شوف المارشي عنده قيمه على السائق المهني. احنا كتجي في الصباح تجي وسط الليل ما كتجيب راسي 10 سنين طر تعسفي بدون قيمه. احنا ثلاثه د الناس 5 دراهم، اصغر ادنى ما سالفه عندنا هنا في المغرب كامل، ادنى تسعيره في المغرب كامل 5 دراهم ثلاثه د الناس. مدينه تطوان هي 8 دراهم، العريش 9 دراهم، طنجه بوحدي حتى اللي هي ثلاثه د الناس 5 دراهم. واغلى لقريمه، اغلى لقريمه في المغرب كامل 140 150 مليون. واغلى ريسيتا في المغرب كامل هي اللي في مدينه طنجه 300 درهم في العشيه و 250 درهم في الصباح، ما كاينه شي في المغرب كامل. كيف يعقل هذا السائق هذا ما يخدمش ويكافح الى جماعه قوس المعيشين ولادو؟ هذاك هو الاهم حاجه. فلهذا حنايا ما حتنا الضغوطات ديال المواطنين، ما حتنا الضغوطات ديال الباترونه، ما حتنا الضغوطات ديال الولايه. كنتمنى من الله تشوفوا القيمه ديال السائق. السائق كينعس هو الاخراني وكينوض هو الاولاني. والمواطنين كيشوفوا السائق اذا كان واحد مستقر وساق السمعه ديال السائق المهني بصفه عامه. فلهذا ما تشوفوش غير واحد حاجه ديال ايجابيه، شوفوا السلبيه وشوفوا الايجابيه. ملي كتجبر المراه واربعه وليداتها وثلاثه وليداتها كيهزهم، هذه كاع ما كيشوفوها. ملي كيهزها المستشفى في جوج ثلاثه ديال الليل ما كيشوفوهاش. خصك دائما تشوف المزيان وتشوف العيان. حنا كنتمناو من الداخليه ومن وزاره الداخليه انها تشوف التصفيه ديال هاد السائقين. بعد اول حاجه راه وصلت لنا واحد العدد من 45000 رخصه ثقه. كيف يعقل نتينا 45000 رخصه ثقه وحنا عندنا 2000 سياره اجره السيم الثاني و 1500 ديال السيم الاول و 45000؟ يعني غير الا عملتي هيدا ولا هيدا كتجبر 10 كيتسناو خصهم يخدموا. كنتمنى الوقوف ديال رخصه الثقه ما تبقاش يتعدل. وقف هذا الشيء هذايا، لان كنعطيو فرصه للنقل السري، كنعطيو فرصه للتطبيقات الذكيه. هذا الشيء هذايا حنايا في الوجوه ديال مونديال ديال 2003، ولكن كنتمنى من السائقين يتاثروا ويتوعوا. فلهذا كنتمنى من المسؤولين الهيئات النقابيه انها كل هيئه توعي السائقين المنخرطين اللي معاها. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم كان عنده الاحاله عند السيد وكيل الملك في هذه القضيه. بالنسبه لنا احنا كمرصد وطني للنقل وحقوق السائق المهني، كنا توجهنا البارح عند الضحيه، عند السيده اللي وقع على يعني التعنيف. حاولنا اننا نقنعها بان السيد عنده ظروف اجتماعيه. حكينا له بان السائق المهني راه يعني يواجه ضغوطات نفسيه وضغوطات ماديه في المهنه ديالو، حكم ان السيد عنده كيخدم ما كيخدمش بصفه مستمره، كيخدم ثلاث ايام وكيريح عيب الدراري التاكسيات كيريحون في الاسبوع. كذلك بالنسبه حكينا له بان السيد يعني هو يعني حتى هو عنده وليدات، عنده اسره، عنده كذا. يعني وكما كتعرفوا بان هذا القطاع هذا صراحه هو قطاع غير مهيكل،
يتخبط في مجموعه من الاكراهات ومجموعه من المشاكل. الحمد لله بالنسبه للسيده او الاهل والعائله ديالها تفهموا الوضع. اليوم تلقوا يعني الطرفين في المحكمه، يعني الحمد لله بانهم كانوا مقتنعين، وكانت واحد المحاوله ديال الصلح اللي يعني بالفعل يعني كانوا تلقاو ويعني تسامحوا، يعني واحد تسامح غير رسمي. الان يعني الان دابا حاليا يعني كاين واحد يعني بالنسبه للتنازل ان شاء الله غادي يعملوا واحد المحضر ديال الصلح بيناتهم ان شاء الله، وكنطلبوا الامور تبقى ماشيه بهذا الشكل هذا، حتى ان شاء الله السيد يعني يخرج ان شاء الله، ويعني يتطلق السراح ديالو يرجع للاهل ديالو ان شاء الله سالم غانم.